تعال عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجه خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك، عيط عيط براحتك، بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. انت فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجه جواك، دموعك، حتى صوتك، اي حاجه وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك دري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف، صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه والتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. أنا عايزك أنت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي. الحمد لله يا رب. رزقتني بملكة جمال. وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي. يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقول لك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضول ايه؟ لا لا لا، مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو.
ألف سلامة. بقول لك ايه يا عم انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحة ذات نفسه، سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا، وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي، انت كده كده بتاعي لحد ما اتأكد انك ما بعتنيش للبت دي، وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع، ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكر غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه حاضر. اوف، صباح الخير. في هي الساعه كام؟ داخله على 10. تقول لي جايبك يا فتون الساعه 10 الصبح؟ خير؟ ايه اللي تزوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضني؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه اللي يخلي واحده زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوه في وسط البلد؟ تصدقي وتامني بالله انا غلطانه اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيله الا وهتودينا في داهيه. اوديكي في داهيه؟ واضح من كلامك انك عامله مصيبه. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزه شقاوه كده بس هتنقلني نقله تانية خالص، بس هي محتاجه شويه تظبيط. هتعملي لي قهوه ولا لا؟ طبعا